أعلن العميد محمد سمير المتحدث العسكري أن رجال القوات المسلحة تمكنوا فجر اليوم من إحباط محاولة اقتحام أحد الأكمنة الأمنية المتحركة بمنطقة العبرة بمدينة الشيخ زويد. وأوضح المتحدث العسكري في بيان له أن 3 أفراد إرهابيين بادرت بإطلاق النيران على الكمين من أسلحة آلية كانت بحوزتهم في محاولة للهروب من الكمين، فقامت القوات بمبادلتهم إطلاق النيران مما أسفر عن مقتل الإرهابيين 3 وضبط الأسلحة والخزن والذخائر التي كانت بحوزتهم.